السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن أحد المشاكل اللي بتواجهنا بالسجاد، وهي مشكلة قراءة الحائك للسجادة. ومثل ما شايفين الحائك قرا الإبريق بطريقة معكوسة، فأثناء صناعة السجادة وضعت بطريقة خطأ، ولكن أحيانا هذا يزيد من قيمتها لأن نادر ما تسوي الخطأ مرتين. أو في مشكلة ثانية وهي قراءة الأرقام، فمثل ما شايفين بالسجادة الثاني موجود الرقم بطريقة خطأ.